نعم شهد، صباح الخير. صباح الخير لمشاهدينا، بنصب عليكم مرة أخرى من محافظة جرش وبالتحديد من منطقة ثغرة عصفور. اليوم راح نشارك نشامة محافظة جرش في حملة للمحافظة على البيئة الآمنة. انطلقت هذه المبادرة بدعم من بلدية جرش بمشاركة فاعلة ومميزة من مجموعة من الشباب من أبناء المحافظة بهدف حماية وتنظيف الطبيعة الخلابة والترويج السياحي لأهم وأبرز المعالم الطبيعية في المحافظة، من أهمها هذه المنطقة. لحتى نتعرف أكثر على هذه الحملة ونتعرف على أبرز المعالم الطبيعية، راح يكون معنا رئيس بلدية جرش الدكتور علي القوقزة. صباح الخير. يسعد صباحكم جميع، وحقيقة احنا سعيدين جدا اليوم بوجود التلفزيون الأردني، هذا التلفزيون الوطني اللي قاعد بيغطي مثل هذه الحملات وهذه النشاطات، لأنه اليوم بهمنا أنه هذه الحملات تتعمم ليس على مستوى فقط بلدية جرش أو المؤسسات المجتمع المدني في منطقة جرش، إنما تكون هي إن شاء الله شاملة لكل مرافق ومناحي الوطن. أخي العزيز، تعلم جرش، طبيعة منطقة جرش ومحافظة جرش هي طبيعة سياحية بامتياز، غير السياحة الأثرية في جرش. هناك السياحة الطبيعية وسياحة الغابات، هذه المناطق الخلابة العديدة في محافظة جرش، امتداء من غابات دبين، امتداء من غابات تسوف، غابات ثغرة عصفور، غابات وصف التل. كل هذه المناطق هي محطة ارتياد واصطياف للعديد من السياحة المحلية والسياحة العربية في المنطقة باستمرار وبشكل يومي، حتى أثناء الأيام الدوام تجد ما بعد ساعات من بعد الدوام في كل يوم في مثل هذه المناطق أيضا وجود كثيف لكثير من مستضيفين في المناطق المحيطة والمجاورة. بلدية جرش وأيضا مركز شباب سوف ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني استشعروا ما يلحق بهذه المناطق بشكل يومي من أثر بيئي سلبي نتيجة ترك الكثير من مخلفات المصطافين في هذه المناطق. أصبح هذا الوضع فعلا يقلقنا ويؤثر على طبيعة المنطقة وعلى جذبها للسياحة وعلى جذبها للمصطافين، وبالتالي على المشروع التنموي بشكل عام في مدينة جرش. لذلك أخذنا على عاتقنا منذ تقريبا فترة تقريبا أسبوعين أنه نبدأ بحملات منتظمة بالشراكة ما بيننا وبين مجلس محلي سوف، مجلس محلي أمن سوف، وأيضا مركز شباب سوف، مجموعة من المؤسسات المجتمع المدني، من الجمعيات، من الأندية، يشاركونا في أنه نطلق هذه الحملات بشكل دوري على مختلف هذه المناطق، بحيث نبدأ بتنظيفها، جمعها، جمع النفايات منها، أيضا وضع الصينات والقارمات أنه على الأشجار، بحيث تحث المواطنين وتحث الزائرين مرتدي هذه المناطق بأنهم يتركوا المكان نظيف كما وجدوه، لأنه أنت راح اليوم تترك هذا المكان ثاني يوم راح يجي عائلة أخرى في موقعك. إذا ما حافظنا على هذه المناطق أكيد إحنا راح نساهم بشكل كبير في تنمية هذه المناطق سياحيا. أيضا أخي العزيز، إحنا الهدف من الحملة اليوم هو ليس فقط التنظيف هذه الغابات، هدفنا أن نطلق اليوم حملة بأنه نحافظ على الشجرة. نحن في محافظة جرش حقيقة لحق بنا ضرر كبير نتيجة الاعتداء على الشجرة، خاصة أنه أشجار السنديان وأشجار الصنوبر في مناطقنا هذه أشجار بطيئة النمو، وفقدانها يعتبر جريمة، وفقدانها فعلا لا يعوض، يعني ليس من السهل تعويض هذه الأشجار. وبالتالي الحملة هذه هدفها اليوم أنه إحنا نطلق حملة للجميع، نبني ثقافة داخل مدينة جرش، ثقافة عند المواطنين، ليس فقط طواف الحراج ورجل الأمن شرطة البيئة هم من يحافظ على الشجرة وشأنها، لا، كل مواطن هو يعتبر مسؤول وعليه مسؤولية أن يحافظ ويحمي ويبلغ عن كل من يعتدي على هذه الشجرة. أيضا الهدف الأكبر من الحملة اليوم، إحنا بحاجة إلى مشروع وطني في الثقافة، مشروع وطني في البيئة. هذه دعوة منا جميعا أنه لابد من أن نطلق مشروعا وطنيا في بناء ثقافة الحفاظ على البيئة والحفاظ على المناطق السياحية، وتعمم هذه المبادرات ليس فقط على مستوى جرش إنما تصل إلى كل بلديات المملكة، حيث أنه نساهم إحنا اليوم بدورنا، نتحمل مسؤولياتنا أمام مجتمعاتنا أو مواقعنا السياحية وأمام مواقعنا الطبيعية الخلابة. وأيضا رسالة لمواطننا أنه نرتقي شوي بمستوى التعامل مع الغابة والتعامل مع الشجرة، بحيث أنه وجودك في هذه الغابة
الإصابة لا يترك أثر سلبي، بالعكس يترك أثر إيجابي. نعم. طب تحكي لنا عن التشاركية بينك وعن مدى بينك وبين الشباب والمجتمع المحلي، وأيضا عن مدى أهمية إشراك الشباب وتفعيلهم في خدمة المجتمع المحلي من خلال هالنشاطات والمبادرات والحملات المختلفة. أكيد، يعني هدف هذه الحملة ليس فقط الاقتصار على مجموعة المراكز الشبابية أو الجمعيات أو بلدية جرش، بالعكس إحنا إن هدف إنه بالمستقبل نذهب إلى المدارس، ننسق مع وزارة التربية مع مدراء المدارس إنه إشراك طلاب المدارس في المراحل العمرية المختلفة بهذه الحملات، لأنه ضروري جدا إنه اليوم إذا ما ذهبنا إلى طلاب المدارس إنه هذه الثقافة إذا بنعت غرزت في هذا الجيل أكيد راح تأثر مستقبلا في بناء ثقافة حقيقية في التعامل مع هذه المواقع، وبالتالي كل مجتمع اليوم يستشعر هذه الحاجة، ليس فقط بلدية جرش زي ما حكيت لك سابقا، وبالتالي احنا بنذهب الى كل من يستشعر الحاجة وكل من لديه الرغبة بانه يشاركنا وانه يبني ويساهم في ايجاد هذه الثقافة وصيانة والحماية والحفاظ وحماية هذه البيئة. نعم، تحكي لنا عن المواقع اللي راح يشملها الحملة اليوم. طبعا الحملة بدأت منذ أسبوعين تقريبا في ووضع لها مجموعة مواقع راح يتم باستمرار العمل الحملات النظافة فيها، ابتداء من غابات سوف، غابات السنديان، حقيقة هذه الغابات اللي ما بتشعر بقيمتها وبجمالها إلا لما ترتادها. بدأنا في سوف، ثم اليوم في ثقف عصفور، في بعد أيام أيضا في ضمن غابات ساكب، وأيضا ضمن غابات منطقة دبين، وأيضا في منطقة المنارة. هذه مجموعة مناطق، يعني طبعا لما نتحدث منطقة المنارة ما هي مناطق واسعة من الغابات، وكل هذه المناطق هي تعتبر محط ارتياد للسائحين، وبالتالي مناطق واسعة بحاجة إلى أكثر من يوم، يعني المنطقة الواحدة تحتاج إلى أكثر من يوم حملة حتى تقدر تغطي هذه المناطق، وبالتالي إحنا بحاجة إلى عدة أشهر قادمة ضمن الحملة، يعني ضمن أيام الصيف كامل راح تبقى هذه الحملة مستمرة إن شاء الله. طب تحكي لنا عن مشاريعكم المستقبلية لاستدامة مثل هذا العمل التطوعي وأيضا تفعيل دور الشباب وإدخال أكبر عدد من الشباب والشابات في خدمة المجتمع المحلي، تفعيل أكثر جامعات، الكليات، المدارس، الجمعيات الخاصة حتى تكون مشاركة في خدمة المجتمع المحلي. أكيد إحنا زي ما حكيت سابقا هدفنا اليوم لا يقتصر على فئات ومؤسسات محددة، إحنا هدفنا نذهب فعلا إلى المدارس ويصبح هذا ضمن برنامجهم وضمن مناهج المدرسة، إنه أن يكون هناك يوم تطوعي أو ساعات ضمن يوم الدوام المدرسي لخدمة المجتمع من خلال الذهاب إلى المواقع السياحية والبيئية والطبيعية وتنظيفها، وإن شاء الله تعالى أنه هذا أيضا يؤثر في المواطنين اللي مستضيفين المنطقة، أنه فعلا يصبح هم وأثناء مجيئهم للموقع السياحي أنه أيضا أي مستضيف يقوم بتنظيف المنطقة اللي حوله أثناء دخوله وأيضا قبل مغادرته للموقع. نعم دكتور، يعني أنا أدعي لك السؤال، لكن احنا حكينا عن تجارب الطلاب والمدارس والمجتمع المحلي، ولكن أنا حاب أعرف مشاريعكم المستقبلية في استدامة مثل هيك حملات وإيجاد حملات جديدة تطوعية لحتى نفعل دور المجتمع أكثر، شو خططك المستقبلية؟ خطتنا المستقبلية هو زي ما قلت لك التنسيق مع الجامعات، عندنا مجموعة جامعات في جرش اعتبارا من جامعة الليفية، جامعة جرش، جامعة الربيع الأهلية، أيضا الجامعات الرسمية المحيطة فينا، راح نروح لهي الجامعات ونحاول نسق مع رؤساء الجامعات ومع كل القائمين على الأنشطة المجتمعية فيها، بحيث أنه هذه تصبح هذه الحملات دورية وثابتة. أيضا زي ما ذكرت أنه اليوم طلبة المدارس هذا النشء الجديد ضروري جدا، إذا قدرنا نغرس هذه الثقافة لديهم أكيد هم راح يأثروا مستقبلا بثقافة المجتمع بشكل كلي. نعم، شكرا لك دكتور، الله يصبحك بالخير. سلمك، حياكم الله يا أهلا. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم اليوم على الهواء مباشرة من محافظة جرش وبالتحديد من منطقة ثغرة عصفور، تعرفنا من خلال رئيس البلدية الدكتور علي القوقزة على حملة وطن أجمل وحملة توعوية تطوعية للحفاظ وحماية البيئة وتنظيفها أكثر من خلال مشاركة العديد من الفعاليات الشعبية وخدمة المجتمع من خلال أبناء هذه المنطقة الرائعة، وبعد قليل إن شاء الله راح نشارك هالشباب الرائعين المميزين في هالحملة الصباحية التطوعية. خليكم معنا وتابعونا، صباحكم